العقار طبعا بالنسبة لي أنا إنه أولا العائد وال بالنسبة للعائد وبالنسبة للريسك والمخاطر أحس إنه أقل يعني وملموس أفضل من بالنسبة لي أفضل من السوق. عقار طبعا العقار تشتريه الحين أرخص بعد 10 سنين يضرب ولا ينزع منك يعطونك دبل. طبعا أكيد أبغى أختار العقار أكيد لأنها لابن البر. الأسهم طبعا فيها خسارة فيها ربح وهذه كذلك لكن الاستثمار في العقار أكثر أمان وأكثر فائدة. والله في الأسهم يعني فيها شيء من المغامرة وممكن مع الحظ يصير الربح سريع إن شاء الله. العقار والله أسعاره مرتفعة ويمكن في أماكن اللي أنت ترغبها ما يلحق السعر ولكن الأسهم أشوفها أقرب وأسهل ربح. لا في العقار أفضل والله مو ناقصة صراحة سكر وضغط وهبوط. الأسهم يا مرة ترتفع يا مرة تنزل يعني وتروح فلوسك خسارة صراحة يعني يجيك نسب بسيطة يعني غير اللي أنت تدفعها. لكن العقار لا تستثمر يجيك استثمار يعني حتى لو تأخذ لك أجار وتستثمره يطلع لك فوقها أضعاف مضاعفة يعني هي خسارة في الأسهم لا العقار لا.